الخير مشاهدينا، برحب بحضراتكم وحلقة جديدة وأسبوع جديد من مساء الخير. كل التهاني القلبية لكل طلبة الثانوية العامة اللي ربنا وفقهم الحمد لله وكانت نتيجتهم إيجابية. نقدر نقول ده يوم الحصاد تقريبا امبارح بالليل، لحد امبارح بالليل كان الجميع عنده ممكن يملأ كتب بقصص التعب والمأساة والخوف اللي مر بيها خلال العام، لكن مجرد ما طلع الوزير اليوم في المؤتمر وأعلن نتيجة الثانوية العامة وبدأ بأوائل الثانوية العامة اللي بنقول لهم ألف مبروك، وهيكون منهم كتير جدا معنا في حلقتنا النهاردة، نعرف تجربتهم، نعرف السنة كانت مرت عليهم إزاي، أهلهم دورهم إيه، مين اللي ساعدهم، أصعب المواقف إمتى، حسوا بيأس إمتى، كان خلاص لازم نكمل ده دورنا. هنتكلم معهم كتير عن كل اللي صادفوه خلال عام وكيف أصبحوا من أوائل الجمهورية على الثانوية العامة. أدى الامتحان 692 ألف طالب وطالبة، نجح منهم 457 ألف و62 طالب وطالبة أيضا، وكان للأسف عدد الرسوب مش بالقليل أبدا، وهو 152 ألف طالب و29 طالب وطالبة، عدد مش قليل ابدا. نسبه النجاح السنه دي فاقت النتيجه السنه اللي فاتت اللي كانت 74%، فقط السنه اللي فاتت، لكن السنه دي 75.4%. حجب نتائج بعض المدارس بسبب الغش ده شيء جديد، وده كان ضمن كلمه وزير التربيه والتعليم اللي قالها النهارده في المؤتمر. فكره مدارس كامله تكون معرضه للغش وتحت التحقيق الى الان وتحجب نتيجتها، دي جراءه شديده جدا، فيها يد قويه من الدوله لتحسم هذه المشاكل اللي كنا بنشوفها كل سنه. عايز اقول لكم السنين اللي فاتت كنا بنشوف مدارس كامله بتطلع نتيجتها واحده، كل لجنه هي اللجنه 92%، كل اللجنه 92%، نفس الدرجات تقريبا في كل المواد، وده اثبتوه كتير من الصحفيين اللي كانوا بيتحققوا من هذه المواقف. ان تعلن وزاره بنفسها السنه دي ان في مدارس، عارفين حضراتكم يعني ايه مدارس كامله، عدد الالاف اللي انت حجبت نتائجه من ان هي تطلع، ده اكيد دوله ايدها قويه، ايدها قادره تضبط العمليه التعليميه، اللي ده من حقنا. طالب تعب واجتهد واهله تعبوا معاه وذاكر وعمل اللي عليه، ما يستواش بواحد عرف يجيب سماعه الكترونيه يعرف يغش منها، او طالب جنبه او حد يساعده سواء في اللجنه. فده أنا بقول ده ضمان لحقوق الطلبة المميزين. في حاجة تانية يمكن مهمة جدا، أنا بشكر كل أسرة كان عندها، يعني عندنا 609 ألف طالب وطالبة، يعني 609 ألف أسرة كان لهم طلبة في الثانوية العامة، بنشكرهم على كل المجهود اللي قاموا بيه. مفيش، خصوصا لما يبقى عندك طالب متفوق، الطالب المتفوق ده ثمنه كبير جدا، من راحه الاسره، من اهتمام الاسره، من الماديات بتاعه الاسره، قد ايه بيتحط للطالب ده عشان يفضل متفوق، قد ايه عشان تحافظ على سلامه النفسي وسلامه العلمي كمان، انت هتدينا عالم للمستقبل. عايزه اقول بجد بنشكر كل اسره كان عندها طالب من الثانويه العامه السنه دي، كل ابنائنا بنقول لهم الف مبروك، واللي لم يوفقوا لانه عدد مش قليل ابدا، هو تقريبا 152 الف طالب وطالبه لم يوفقوا، عندهم فرصه في الدور الثاني، واللي هيكون يوم ان شاء الله هيكون في 8 يوم 20/8 القادم، بنقول لهم ارجوكم خدوا الموضوع ان دي فرصه منحه جايه لكم ان انتم تعدلوا اوضاعكم، ان انتم تشوفوا بشكل أوضح أن أنتوا تهتموا وتلتقطوا الفرصة أن أنتوا تبقوا في مكان لتستحقوا. لكن فكرة اليأس، فكرة أن أنت تبعد عن تحبط وغيره، لأن أنا فاكرة السنة اللي فاتت نفس الأيام دي عدد من الانتحارات لطلبة الثانوية العامة كان مش بالقليل أبدا على المستويين ولاد وبنات. فخلينا كأسرة زي ما بنفرح بالناجحين، زي ما بندعمهم وبنحتفل وكل الكلام، خلينا كمان ما نكونش قاسيين على يعني محتاجين ان هم ياخدوا فرصه ثانيه، لانه في النهايه دول ولادنا. راحوا اعلى المناصب هم ولادنا، فرصهم اقل شويه هم ولادنا. مش نهايه العالم ابدا ان انت ما تحصلش على نتيجه مرضيه في الثانويه العامه. ممكن تكون ربنا بيختار لك سكه ثانيه انت هتكون فيها الافضل، وده المشاوره اللي بتتشاور لك وانت مش واخد بالك. كتير قوي 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 هتسمعوا قصص نجاح من ناس ما كانش ده مكانهم، لكن ربنا كان مختاره وهم وفقوا فيه. بقول اللي عنده فرصه تانية استغلوا الفرصه التانية دي، بالعكس ده انا بحس انها منحه الهيه خاصه بيك انت لوحدك. الاسر كمان بلاش نقصوا على اولادنا، يعني الاحتواء هو الاهم للي عنده الظروف دي. ببارك لكل طلبه الثانويه العامه، ببارك للاوائل اللي انا مبسوطه جدا هيشرفوني النهارده،
حقيقي أنا بحس بفخر، أنا بقالي سنين كتيرة جدا بشتغل مع أوائل الثانوية العامة، كل سنة الولاد دول بيكونوا حافز للولاد اللي بعدهم، يقولك إحنا شفنا أولاد الأوائل الثانوية السنة اللي فاتت وتعلمنا وعايزين نكمل معاهم. خليني أتوقف مع حضراتكم أمام تهنئة هامة جدا، وكلنا بنضم داخل هذه التهنئة أو تحت هذه التهنئة أيضا. الأنبا أرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وأسرة المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وقناة ميسات يتقدمون بخالص التهاني لأوائل الثانوية العامة، طالبين من الله أن يزيدكم من التوفيق إلى ما فيه الخير والنجاح والإبداع في كل خطوة من خطواتكم الجديدة، وأن يكتب لكم المزيد من النجاح والإبداع في حياتكم القادمة. بنضم صوتنا لصوت صاحب النيافة الأنبا أرميا وبنقول لكم ألف مبروك، وإن شاء الله القادم لكم سيكون أفضل وتكونوا قد إيه فعالين لبلدكم ولأسركم كمان. أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي تفاصيل وإحصائيات قائمة الأوائل الثانوية العامة اليوم، ووصلت نسبة النجاح للعام الدراسي الحالي 75.4%، بالإضافة إلى نسبة النجاح في الشعب العلمية علوم 78.32%، وفي الشعب العلمية رياضة 81.10%، وفي الشعب الأدبية 68.38%. خلينا نطلع نشوف جزء من ما قاله السيد الوزير ونرجع نكمل مع حضرتك. نسبة النجاح هذا العام 75.04%، وهي أعلى من العام الماضي. العام الماضي كانت 74%. نقدر نقارن السنتين دول بالتحديد لأن هما اللي فيهم دفعة كاملة عدت في نظام التقييم الجديد. فالنتيجة نسبة النجاح العامة 75.04%. لو قارنا نسب النجاح في الشعب المختلفة هنلاقي أن شعبة علمي علوم نسبة النجاح عاليت عن السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت كانت 76، السنة دي 78.32%. شعبة رياضة زادت من 76 إلى 81%. فالسنة دي الحقيقة شعبة علمي رياضة هي أعلى نسبة نجاح. الأدبي نزل عن السنة اللي فاتت كانت 70% بقت 68 وكسور. النسبة العامة زي ما قلنا 75%. لو شفنا إحصائيات السنة دي مقارنة بالسنة اللي قبليها في المواد المختلفة قدام حضراتكم، أنا بس عاوز أروح لامتحانين بالتحديد. يعني مثلا لو خدنا الفيزياء اللي هي كان أثير حولها أنها صعبة، هنلاقي أن نسبة النجاح عليت عن السنتين اللي فاتوا. يعني سنة 20 كانت 80.7%، 21 كانت 82.7%، السنة دي 83.5%. نفس الشيء في التاريخ، التاريخ كان السنة اللي فاتت 82%، السنة دي 85.5%، وهكذا في معظم المواد. فنسب النجاح في المواد زي ما حضراتكم شايفينها الحقيقة يعني تقارن بوضوح مع السنة اللي فاتت. فهنا عاوزين نغير اللغة بتاعت امتحان صعب وسهل ومستوى الطالب المتوسط، لأن ده ما ينفعش يتقال بشكل علمي إلا لما نشوف المنحنى كله. مع حضراتكم ونحتفي ونحتفل بأبنائنا من أوائل الثانوية العامة، من المدارس اللي نفسي كل مصر تعرفها لأنها مدارس مميزة جدا بتطلع علماء صغيرين، وعلشان كده بيكون الاختبارات والاختيارات لدخول هذه المدرسة هام جدا ودقيق جدا وكتير جدا، وهي طلبة ستيم للتكنولوجيا، العلوم والتكنولوجيا على مستوى الجمهورية. الطلبة دول بيكونوا من المتفوقين في المرحلة الإعدادية وبيجتازوا اختبارات كتير جدا علشان يدخلوا المدرسة دي، وبيكون عددهم مش كبير. احنا ما عندناش تقريبا 14-15 مدرسة على مستوى الجمهورية، تقريبا في كل محافظة مدرسة واحدة، وبيكون دراسة الولاد دول داخلي جوه المدرسة. موضوع صعب جدا، لكن أنا حابة أن احنا نرحب بعمر مختار جابر الأول علمي علوم على ستيم. مساء الخير يا عمر. طبعا. أيوة يا عمر، ألف مبروك. عمر أنت سامعني؟ آه سامع حضرتك. ألف مبروك يا عمر. الله يبارك في حضرتك.
أنا مبسوطة جدا إن أول الأوائل اللي معايا النهاردة يكون من مدارس ستيم. حابة تعرف المشاهدين بتوعنا على مدرستك وإنت كنت شايفها إزاي، وخاصة إنها مدرسة تتميز بالدراسة إن أنتوا بتقيموا فيها وترجعوا لأهلكم خميس وجمعة وسبت. طبعا المدرسة أول حاجة لازم تجيب مجموع معين في ثالثة إعدادي، ويعني المجموع ده برضه بيتضمن يعني مواد معينة اللي هي العلوم والرياضة والإنجليزي، يعني حسب مجموعك لازم تكون نفس العدد معين من المواد دي. وبعدها بتاخد امتحان القبول، ده برضه بتعديه. بعدها بتاخد تركيب، يعني التركيب ده بيبقى زي الرغبات، يعني مثلا هم 14 مدرسة. ويبقى في امتحان اي كيو كمان. ايه؟ ويبقى في امتحان اي كيو كمان. ما هو الامتحان بتاع القبول بيبقى كذا حاجة، بيبقى فيه رياضيات واي كيو وانجلش وساين. فهو بيبقى على بعض يعني. ايه احساسك النهارده والوزير في المؤتمر؟ انا عارفه ان كل الاوائل عرفوا عرفوا الاوائل من هم في المؤتمر بتاع الوزير، كان ايه احساسك؟ كنت متوقع ان انت هتكون من الاوائل؟ انا ما كنتش متوقع، عشان هم عندنا في السنه ما بيقولوش غير الاول بس. يعني بالنسبه لك كان مبسوط؟ كنت بتذاكر ازاي؟ هو احنا عندنا في المدرسه تنظيم الوقت اصعب شويه، علشان بيبقى عندنا اللي هو كابستون، بيبقى عندنا مشاريع المواد، فهي يعني بتخلي وقت المذاكرة أقل شوية، خصوصا إن احنا يعني بناخد اليوم الدراسي كامل، فعقبال لما بنطلع يعني من المدرسة ونتغدى فالساعة بتبقى 4 مثلا. بس احنا هنا يعني عندنا المنهج نفسه بيبقى متقسم ال اوز، يعني مثلا زي يونت كده، وكل ال او بيبقى فيه كونسبت معينة. ف يعني مثلا بشوف الكونسبت دوت وبروح أدور عليه على النت، اجمع مثلا معلومات عنه وبعدين اشوف احل عليه منين كده. تقول ايه للطلبه اللي حابين يدخلوا ستيم الفتره الجايه يا عمر؟ هو لازم يعني يكونوا عاملين حسابهم ان هم يعني هيتعاملوا كتير مع زمايلهم، يعني مش هيبقوا لوحدهم. علشان مثلا الوضع عندنا في المدرسه كانت اقل اوضه يعني 6 اشخاص، هم هيكونوا عايشين مع ناس كتير، يعني لازم يكونوا متعودين ان هم عارفين يتعاملوا مع الناس كده، ولازم يكونوا عارفين ينظموا وقتهم، عشان هما يعني مش هيكون في حد بيلح عليهم ان هما يذاكروا او كده. تقول ايه لاهلك واللي يمكن انتوا كنتوا طلبه مختلفين، يمكن طلبه الثانويه العامه بيمتحن امتحان ويرجع على اهله في البيت يفضفض يتضايق يتبسط بالدفع الامتحان، لكن انتوا كنتوا بمعزل تام من الاهل قاعدين في السكن بتاعكم، ترجعوا على المدرسه تمتحنوا وترجعوا على سكنكم، كان احساسك ايه وانت بتقدم امتحانات الثانويه العامه وانت بعيد عن اسرتك، وهم كان احساسهم ايه يا عمر؟ كان يعني كانت فترة تعتبر طويلة بقى اللي احنا قاعدين لوحدنا هناك، بس هي عدت يعني. وبرضو يعني اهلنا كطلاب في ستيم كانوا برضو بيسألوا عننا كل يوم يعني بعد الامتحان، طبعا بيشوفوا احنا عملنا ايه وكده. طيب تقول لي مين شكرا؟ اهلي وزمايلي. حبيبي الف مبروك، ومبارك لاهلك ومبارك لاسرتك، ودي عمر مختار جابر المركز الأول في مدارس ستيم للعلوم وتكنولوجيا المتفوقين على مستوى الجمهورية، مجموعة من المدارس يعني لو اهتمت بيها الدولة حقيقي الولاد دول قادرين ان هم يبقوا علماء مؤثرين في البلد كلها. معنا كمان إسلام فتحي المركز الثاني مقرر شعبة علم علوم. مساء الخير يا إسلام. يا مساء النور. ألف مبروك. الله يبارك في حضرتك. إيه الشطارة دي؟ يعني إيه كنت بتذاكر إيه بقى؟ كنت طول اليوم ولا إيه؟ لا، وانا كنت بحدد قدر معين من المنهج عايز اخلصه في اليوم ده، وبحاول بقى اخلصه على قد ما اقدر، سواء خد وقت قصير او طويل، وطبعا بعد ما اخلصه بحل عليه كويس عشان اتعود على طريقة التفكير في النظام الجديد. احكي لي على السنة كده يا اسلام، هل في وقت وصلت فيه انك كنت يئست زهقت تعبان؟ وانا اكيد كان فيها اوقات زهقت فيها، واكيد كان فيها اوقات متوتر فيها، بس لا ما كنتش يئست ابدا، يعني كنت بحاول اجتهد واعمل اللي عليا طول السنه، وربنا وفقني في الاخر ان شاء الله الحمد لله يعني. عظيم. تقول ايه لاسرتك يا اسلام؟ والله بشكرهم جدا لانهم كانوا بيساعدوني طول السنه وبيحفزوني، واخواتي اصلا هم اكبر مني، هم كانوا علم علوم فبقوا فاهمين في المنهج بتاعنا وكده، فمثلا لو حاجه انا مش عارفها او حاجه صعبه هم كانوا بيشرحوها لي وكده يعني. قول لي ناوي تدخل ايه؟ طب ان شاء الله. ان شاء الله. ده كان حلمك من وانت صغير؟ تقول ايه للاسره بتاعتك؟ كان حلمك وحلمهم اكيد. اكيد طبعا. توصل رسالتك لمين النهارده؟ لمامتك، لباباك، لاخواتك؟ ما سمعتش، معلش بك تاني. الرساله اللي عايز تقولها النهارده توصلها لمين؟ لمامتك، لاخواتك، لباباك؟ لا، لاهلي والمدرسين، لانهم وقفوا جنبي كويس جدا طول السنه وساعدوني، وكانوا هم السبب الرئيسي بعد توفيق ربنا في الامتحان. انت منين يا اسلام؟ مين؟
من محافظة إيه؟ أنا من دمياط، مركز فرسكون، محافظة دمياط. دمياط أحسن ناس. بشكرك. وتقول إيه للطلبة اللي حاسين إن التفوق ده شيء صعب وصعب إن الواحد يوصل له، تقول لهم إيه النهاردة؟ وأهم حاجة إن الثانوية عامة يعمل اللي عليه ويذاكر بأمثلة طريقة مناسبة ليه، يعني ممكن يكون ليه طريقة تانية مناسبة هو اللي طريقة تانية إيه تختلف. طيب؟ قولي كنت من شخص لشخص، أهم حاجة تعمل اللي عليك وإن شاء الله ربنا يوفقك يعني. إن شاء الله. كنت بتذاكر إزاي إسلام؟ أنا كنت بحاول ما ذاكرش كتير في اليوم، يعني كنت بذاكر كويس بس كنت بحاول أنظم وقتي إني أذاكر في فترة معينة تبقى فترة كبيرة شوية، يعني كنت بحب أذاكر من الساعة 10 للساعة 5 مثلا، وزي ما قلت لك بخطط لجزء معين من المنهج وحاول أخلصه على قد ما أقدر وحل عليه، وطبعا الساعات زادت شوية قبل الامتحانات بس يعني. إسلام مامتك جنبك؟ لا أنا واقف لوحدي دلوقتي. خسارة. كنت عايزة أبارك لهم، بلغهم بأن احنا بنبارك لهم وألف مبروك ليك ولأسرتك ولكل محافظة دمياط. الله يبارك فيك حبيبي، ألف مبروك. خلينا كمان مع حضراتكم وعبر ماسنجر هيكون معانا كرولوس نسيم عازر الرابع مقرر علمي علوم، يعني أكيد والولادنا دول حاجة تشرف، فكرة ان انت تبقى قاعد بتحضر مؤتمر، واكيد في ناس بتبقى متوقعة على فكرة وفي ناس بتبقى حاسة انها ممكن تبقى من الاوائل وفي ناس بيبقى الموضوع بعيد عنهم جدا. كرولوس مساء الخير. مساء النور. مبروك يا كرولوس، الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. عرفت امتى وكنت متوقع انك هتكون من الاوائل ولا لا؟ انا عرفت من الفيديو اللي نزله الدكتور طارق شوقي على الصفحه الرسميه للوزاره، بفتح الفيديو شفت قائمه الاوائل لقيت اسمي فيهم، بصراحه يعني كان شيء مفرح جدا، يعني انا طرت من الفرحه واسرتي واهلي كله بصراحه. قول لي مين بالنسبه اول حد توقع؟ انا ايه اول حد كان جنبك وسمعت النتيجه؟ ما اكيد البيت كله قاعد يسمع النتيجه طبعا. اكيد بس اول حد يعني عرف ان انا الرابعه الجمهوريه كانت اختي هي اللي بلغت. عظيم. حد عندكم كان فيه متفوقين قبل كده في الاسره ولا انت اول حد في الاسره متفوق؟ لا انا اول واحد، اختي اصغر مني بسنتين. اختك اصغر منك بسنه. خططك الجايه ايه وقول لي كنت بتذاكر ازاي ودور الاسره معاك ايه يا كرولز؟ يعني وانا كنت بذاكر دروس اول باول، ما كنتش باخر حاجه، ويعني الواحد يمشي بنفس الريتم طول السنه، يعني ما يتكسلش في النص ويذاكر من اول يوم في الثانويه لحد اخر يوم، وربنا اكيد ما بيضيعش تعب حد، والحمد لله ربنا كرمني في الاخر. اخدت دروس؟ اه. كنت حاسه انها مؤثره والمدرسه يعني محتاجه يبقى لها دور اكبر والدروس كانت هي اللي واخده الدور الاكبر؟ هي الدروس طبعا بتوفر جهد كبير في المذاكره، يعني المدرس بيدي المعلومه ببساطه اكتر من طالب ممكن يفهمها مع نفسه، لكن برضو الدروس لوحدها غير كافيه ان الواحد يقدر يعني يجيب مجموع كويس، يعني الواحد محتاج يكمل مع نفسه تاني في البيت ويدور على معلومات تانية من عنده ويكملها. كرولوس بما انك طالب من المتفوقين، لو انت حابب نتجنب سلبيات كانت بتحصل معاك السنه دي علشان زمايلك اللي جايين السنه الجايه، تقول ايه السلبيات اللي ما كانتش عاجباك واللي ممكن ننصح بيها وزاره التربيه والتعليم او داخل ثانويه عامه ما يعملهاش؟ يعني هي اكتر حاجه في السلبيات بصراحه ان الاشاعات الكتير اللي كانت بتنتشر على السوشيال ميديا، سواء كان على نظام الامتحان او التصحيح او الاسئله اللي بتيجي في الامتحانات كانت كلها اشاعات كتير يعني بتيجي. ايه ده كان بيوتركوا؟ بصراحه يعني كان حاجات كتيره وبتبقى كلها معلومات للاسف غلط، كانت بتوترنا خالص يعني. خليني أسألك عن حاجة قالها السيد الوزير وحابة أعرف رأيك كطالب فيها. فكرة إن أنا أحجب أو حجب السيد الوزير نتائج لمدارس كاملة كانت بتغش، شايف ده إزاي؟ بيطمنك إن مجهودك ما راحش هدر؟ أكيد طبعًا، لأن أكيد طبعًا تالتة ثانوي محتاجة فكرة العدل ويبقى فيه مبدأ تكافؤ الفرص. لما يبقى فيه مثلًا زي ما حضرتك بتقولي مدرسة كاملة أو مدرستين بيغشوا، فيعني احنا بنتكلم في حسبة 200 او 300 طالب، يعني ده بيأثر على فرص وحقوق طلاب كتير اجتهدت وتعبت وممكن كان يضيع تعبهم ومجهودهم، فدي يعني موقف جميل جدا من معالي الوزير،
وحاجه جميله جدا تضمن حقوق الطلاب وما ضيعتش حق الطالب المجتهد اللي ذاكر طول السنه. تقول ايه لاسرتك النهارده ومين من الاسره حاسس ان هو اكتر حد اتحمل معاك السنه دي؟ بصراحه يعني انا بابايا ومامتي واختي كانوا اكتر ناس داعمين ليا طول السنه، يعني كانوا بيوفروا لي كل سبل الراحه واي حاجه كنت محتاجها كانوا بيعملوها لي، كانوا دايما يوفروا الدعم النفسي والمعنوي. بصراحه يعني هم ليهم الفضل كل الفضل في النجاح اللي وصلت له. لو حابب تشكر حد بره الاسره هيكون مين يا كرولز؟ اشكر حد طبعا المدرسين بتوعي اللي كنت باخد عندهم، لان فعلا برضو كانوا بيدعموني جدا، ويعني وكانوا دايما يشجعوني، واي حاجه كانت يعني كانت بتسبب لي مشكله في الفهم او كده ما كانوش بيتاخروا معايا بصراحه. نصيحتك ايه لزمايلك اللي داخلين ثانويه عامه السنه الجايه؟ نصيحتي طبعا ان هم ما يخافوش، وان هي سنه مش صعبه والتفوق فيها مش صعب جدا، بالعكس اللي هيذاكر ويجتهد ويذاكر بضمير من اول السنه لاخر السنه ربنا هيكرمه باذن الله، لان كرم ربنا كتير وربنا ما بيضيعش تعب حد. في مواقف صعبه مرت عليك او على اسرتك السنه دي يا كرولس وقلقتك؟ اكيد طبعا الواحد كان بيبقى خايف في فترات ان ما يقدرش يكمل لاخر السنه، يعني ان يكمل بنفس رتم المذاكره بتاعه او انه يقع في النص، بس طبعا زي ما قلت حضرتك يعني اهلي دايما كانوا بيسندوني ويدعموني، واي فترات كان بيحصل فيها وقوع او كده ليا كانوا دايما يشجعوني ان انا اكمل واوصل لحلم. لازم نفضل ايدينا في ايدين بعض احنا والاسره، لوحدي مش هعرف، أكيد. أكيد بعيد طبعاً. عنهم برضو مش هعرف. بشكرك كرولس نسيم عازر الرابع مكرر علم علوم نجع حمادي، بشكرك جدا. خلينا نفرح قوي، نتبسط بالشباب الحلو اللي يفرح، اللي يخلينا نحس ان اللي جاي حلو، لان اولادنا عاقل وفاهم مش متحدث جيد. ده تقريبا الثلاث نماذج اللي اخذناهم لحد دلوقتي مش مجرد متفوق دراسيا فقط ومنعزل عن العالم خالص. فكره تقدير ودور الاسره ده شيء عظيم جدا. هيكون معانا على الهاتف محمود نعمان الرابع مكرر علم رياضة. مساء الخير يا محمود. ايوه مساء الخير. مساء الخير، الف مبروك. الله يبارك فيك. قول لي، كنت متوقع النتيجة، متوقع انك تكون من الاوائل يا محمود؟ ايوه الحمد لله، انا كنت حلل كويس ومراجع يعني مع الاساتذة، والحمد لله كنت حاسس ان انا هجيب مجموعة كويسة. انا مبسوطه من الثقه دي، انا مبسوطه ان اول حد يقول لي ايوه كنت يعني متوقع ده. لما سمعت اسمك اثناء يعني لقاء الوزير او كلمه الوزير، هل صدقت ودانك ولا على طول لا ده هو محمود نعمان اللي هو انا؟ انا بصيت يعني وخدت كام ثانيه يعني كده انا اتاكد واستوعب الموضوع يعني، والحمد لله يعني الحمد لله صدقت بعد ما. حبيبي الف مبروك. ايه الكليه اللي انت هتروحها ان شاء الله؟ انا بفكر في هندسه بس مستني من حد من جامعات معينه يعني. ان شاء الله. هل سعيت ليها ولا هم اللي بيتواصلوا معاكم لمجرد ظهوركم كاوائل؟ طبعا هو انا لحد دلوقتي محدش تواصل معايا غير جامعه واحده يعني. ان شاء الله على بكره او بعده، لان احنا لسه في اول يوم واحنا لسه في الاجازه. انا عايز اقول لحضرتك يعني الجامعات معظمها اجازه النهارده، اعتقد من بكره يكون عندك ان شاء الله مؤشرات جيده لمنح جيده ان شاء الله. عرفني باسرتك، قول لي بابا بيشتغل ايه، كنت بتذاكر ازاي، الاجواء اللي انت فيها. بابا كبير معلمين على المعاش، طلع المعاش السنه دي يعني. وماما ربت منزل. حوار المذاكرة، أنا كنت بذاكر في يعني حوالي 8-9 ساعات افريج يعني كل يوم. كام يا محمود؟ الموضوع كله مش عدد ساعات مذاكرتك، الموضوع كله إن أنت تكون مستعد وثابت يعني في مذاكرتك، وواعي إن أنت بتفهم اللي أنت بتقراه، بتفهم الشرح، مش حوار إن أنت تذاكر النهارده، لأ أنا هذاكر النهارده 10 ساعات مثلا، لأ، الموضوع أنت حوار هتذاكر إيه في ال 10 ساعات دول. دور اسرتك في التوقيت ده في السنه دي علاقتكم كانت ازاي؟ هل في ناس بتبقى متوتره فبتوتر العيله معاها، وفي بعض الاسر هي اللي بتبقى متوتره بتوتر اولادها معاها. قول لي انتوا كنتوا بتعملوا ايه؟ ايه اصعب المواقف اللي مرت عليكم كمان خلال العام ده يا محمود؟ انا الحمد لله اسرتي يعني كانوا متقبلين ليا وما كانوش بيقولوا لي ذاكر وكده، هم يعني ما كانوش بيضغطوا عليا، كانوا بيحفزوني، والاوقات اللي انا كنت يعني بتعب فيها نفسيا كانوا برضو بيحفزوني ويشجعوني. ايه اللي كان بيوصلك للتعب النفسي يا محمود؟ نعم؟ ايه اللي كان بيوصلك للتعب النفسي في السنه دي؟
هو بالذات يعني موت أخويا الله يرحمه. الله يرحمه. في نص السنة يعني. ده كان أكتر حاجة يعني أثرت فيه. ربنا يرحمه، وأكيد نجاحك وتفوقك ده هدية لي ولأسرتك كمان يا محمود. ده توفى أثناء السنة الدراسية؟ شهر 12 اللي فات. ربنا يعزيك ويعزي أسرتك ويكون نجاحك عوض ويفرح قلب أسرتك كلها. تقول إيه لزمايلك اللي هيكونوا في ثانوية عامة السنة الجاية؟ ما تقلقوش ما تخافوش، الموضوع الثانوية مش صعبة، الثانوية مش هتخليك، المفروض يعني ما تقلقش كل ده، يعني ما تخافش من الحوار. حبيبي ألف مبروك محمود نعمان عبد المجيد الرابع مكرر علم رياضة، بشكرك جدا من كوم حمادة. عايز أقول لكم ملحوظة هامة جدا، لأول سنة السنة دي ما يكونش معظم الأوائل من القاهرة والجيزة، معظم الأوائل السنة دي كلهم أقاليم، يعني بحري وإبلي وعلى مستوى محافظات مصر، وده شيء عظيم أن أنا بشوف أن التفوق واصل لكل المحافظات مش مقتصر على العاصمة وما حولها. كمان عبر ماسنجر هيكون معنا من سوهاج بسملة محروس رشاد الخامس أدبي. مساء الخير يا بسملة. مساء النور بحضرتك، إيه الأخبار؟ ألف مبروك يا جميلة. الله يبارك في حضرتك. مكتسحين البنات في أدبي. طبعا. شايف النتيجة دي إزاي؟ يا الحقيقة عجبتني جدا، أنا ما كنتش مصدقة. كنت متوقعة أن النهاردة هيذكر اسمك مع الأوائل من السيد الوزير؟ كنت متوقعة؟ أنا كنت متوقعة، وكمان مدرسيني كانوا متوقعين أن أنا أكون من الأوائل يعني. بس أكيد أنت طول الوقت أوائل، دي مش أول سنة ليكي صح؟ أنا كنت في الإعدادية، في إعدادي كنت من الأوائل برضه. عظيم. عرفيني بيكي وبأسرتك وإزاي مرت عليك السنة، وكنت بتعملي إيه وعلشان يخليكي هادية وما كنتيش قلقانة من النتيجة وواثقة إن أنت هتكملي وتبقى من الأوائل؟ وأنا في الأول يعني بعد ربنا، بفضل ربنا طبعاً، وبعدها بفضل بابا وماما كانوا دايماً بيدعموني، يعني كانوا بيوفروا لي كل الصبر. كنت أنا يعني بنظم وقتي وكنت بذاكر أول بأول. وكنت تفضلي كملي تفضلي. كنت بنسق يعني كنت بنسق مذاكرتي، وكنت يعني بنظم دروسي، كنت بحل كتير، أهم حاجة الحل كده، ولازم الواحد أعصابه تكون هادية. يعني أنا تعبت وعملت اللي عليا، خلاص الباقي على ربنا، أنا أهم حاجة أكون عاملة اللي عليا. كنت بتذاكري كم ساعة مثلا؟ مثلا 8 ساعات، وعدد الساعات بيختلف، بحيث مثلا يوم فيه درس فعدد الساعات هيكون أقل، لكن لو يوم ما فيه درس عدد الساعات هيكون أكثر طبعا. أنا مش بمشي بعدد الساعات، أنا بمشي بالكم. قولي لي يا بسملة، لو قلت لك اوصفي لي السنة اللي فاتت دي من عمرك تقولي عليها إيه؟ يا سنة طويلة يعني. كنت فاكرة انها هتبقى بالصعوبة دي ولا بالنسبة لك كانت سهلة؟ هي بالنسبة لي كانت يعني نص نص، مش سهلة قوي ولا صعبة قوي. هي عايزة تركيز يعني، عايزة مجهود. طبعا عايزة تركيز وعايزة نفس طويل. للي نفسه قصير وداخل السنة دي هتقولي لهم ايه يا بسملة؟ اقول لهم انهم يعني ياخدوا بريك مثلا، يعني لو مثلا هم مخنوقين يعني مثلا يخرجوا يتفتحوا بعدين يرجعوا يكملوا مذاكره تاني، بحس يجددوا طاقتهم يعني. قولي لي عرفيني باسرتك، ماما بتشتغل ايه، بابا بيشتغل ايه، قولي لي عدد انت رقم كام في اخواتك؟ انا والدي دكتور في الجامعه كليه علوم قسم فيزياء جامعه سوهاج، ومامتي ربة منزل، يعني هي اللي اخرجت النشء اللي قدام حضرتك ده. سيده عظيمه لها كل التحيه. ليها كل التحية طبعا. وأنا رقم 3 في إخواتي. إخواتك داخلين إيه وإيه؟ بابا علوم، طب أنت ما دخلتيش علوم ليه يعني؟ الفكرة إن أنت أدبي بقى. لا أنا ميولي أدبية. قولي لي هتدخلي كلية إيه يا بسملة؟ سياسة واقتصاد إن شاء الله. إن شاء الله يعني سيادة السفيرة القادمة. شايفة إيه أهم القضايا اللي بتواجهنا دلوقتي في مصر يا بسملة؟ ولا ما كنتيش فاضية تسمعي ولا بتتابعي؟
بس انا حاسه انك شاطره فبتتابعي. هو مثلا قضيه المراه ايه اللي انت شايفاه يعني حاجه مقصرين فيها وعايزين نصلحها الفتره الجايه للمراه؟ لا هو المفروض يعني انها تكون واخده حقها اكتر من كده، اكتر من اللي احنا فيه دلوقتي تاني. طيب هنعتمد عليكي ان شاء الله سياسه واقتصاد تجيبي لنا حقوقنا الفتره الجايه ان شاء الله. تقولي ايه لزمايلك اللي داخلين الثانويه العامه في العام القادم يا بسمله؟ احب اقول لهم انهم يذاكروا اول باول وما ياجلوش مذاكرتهم لبكره يعني، ويستمروا، اهم حاجه الاستمراريه والانتظام والالتزام. يعني انا قلت انا هذاكر الحاجه دي النهارده اذاكرها النهارده ما اجلهاش لبكره، واهم حاجه الحل لان ده بيعرضهم لافكار جديده وبيساعدهم انهم يحلوا امتحان اخر السنه. انا بشكرك وبشكر اسرتك ان هي مطلعه بنت شاطره وكمان ذكيه زيك يا بسمله. شرفتينا جدا بسمله محروس رشاد الخامس ادبي. بسمله من سوهاج، وكان معانا نجع حمادي، وكان معانا محافظات تانية. كل السنه دي تقريبا ملحوظه المتاخده ان ما عنديش جيزه كتير، تقريبا القاهره حد واحد والجيزه تقريبا حد او اتنين. كان دائما نشوف النتائج جيزه قاهره جيزه قاهره ومحافظه او محافظتين بيتخللوا خلال اولادنا، فده شيء يعني المفروض يدرس اكتر ايه اللي حصل في العاصمه اللي هي المفروض فيها افضل كل حاجه، وبصراحه بتبقى دايما واخده الحظوظ الاكبر يعني. فكره ان احنا بنعافر مع اولادنا علشان يعني يوصلوا ان هم المتفوقين كده، دول مدفوع فيهم كتير قوي، مدفوع فيهم من نفسية أهلهم، من ماديات أهلهم، من وقت أهلهم. فكرة إن أنت يبقى عندك طالب متفوق ده شيء مش ببلاش أبدا، شيء مش طلع صدفة، مش ممكن. الطالب المتفوق تمن ومدفوع من دم ومجهود أسرته بشكل قوي جدا. معانا كرولوس سامح حسني من طلاب الدمج الأول رياضيات. مساء الخير يا كرولوس. مساء الخير على حضرتك، انا مبسوط بحضرتك جدا. انا مبسوطه ان انت معايا، الف مبروك. الله يبارك في حضرتك، ممكن اتشرف باسمك؟ انا ألفت. استاذه ألفت ازي حضرتك؟ يا حبيبي الف مبروك. يعني الله يبارك فيكي، ده شرف كبير لاي طالب للثانويه العامه. ده يا حبيبي الشرف لينا ان احنا معانا طلبه شاطرين ومتفوقين ومؤثرين. انتوا ما تعرفوش الناس كلها قد ايه بتستنى اليوم ده، قد ايه حتى اللي ما عندوش ثانويه عامه بيفرح بفرحتكم، بيفرح بتفوقكم، بيفرح بنجاحكم. كرولس عرفني بيك اكتر. بنسمع حضرتك جدا. عرفني بيك وبعيلتك وبباباك وبمامتك وازاي عرفت تبقى متفوق وشاطر كده. هحكي لحضرتك، انا بدات 9 اكتوبر اول يوم ليا دراسه في ثانويه عامه. مظبوط؟ تمام. طيب يوميا كنت باخد دروس، كنت بقعد 4 ساعات بذاكر. 4 ساعات قبل الامتحانات بشهرين بالظبط. زودت ماكسيمم بعد ال4 ساعات بقيت اذاكر 7 ساعات. زودت 3 ساعات بالظبط. الصوت بيروح يا كرولس اتفضل. زودت بدل من 4 ساعات ل7 ساعات، يعني زودت 3 ساعات بالظبط. وكنت باخد يوم راحه اللي هو يوم الجمعه. كنت بنزل اروح القداس وبعديها اروح مدارس الاحد بتاعتي وبعديها برجع اكمل مذاكرتي. دور الاسره ايه يا كرولس؟ كانوا بيساعدوني، يقعدوا يشجعوني جدا، وبابا كان يقعد يساعدني يجيب لي مدرسين بصفه يوميا، وكان بيخلوني احل في نماذج كثيره جدا 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 لغايه ما اجتهدت، وان شاء الله يعني والحمد لله. وماما برضو يعني كانت معايا جدا، وفي موضوع يعني ثانويه عامه ده كانت بتقعد توضب لي حالي واقعد في حته هاديه ومريحه، وتقعد تجيب لي الاكل والشرب لغايه عندي، وثابت معايا جدا يعني. كرولس بس انت طالب لطيف. وهم سبب نجاحي. انت طالب لطيف يا كرولس. يعني انا مجرد ما دخلت الهوا وسمعت صوتك انا اتبسطت، فاكيد الاسره مبسوطين بيك يا كرولس. طبعا ده شرف لاي حد طبعا، وانا يعني شرف ان اطلع مع حضرتك، وانا مبسوط جدا وسعيد اخر حبيبي. احنا اللي مبسوطين بوجودك جدا، مبسوطين يبقى معانا نموذج متفوق، نموذج هيبقى لزمايل كتير بيسمعونا النهارده. ربنا يخليكم، ده شرف كبير جدا لاي طلب في ثانويه عامه. مين قدوتك يا كرولس؟ لو ركز بس لنقطته وذاكر وعمل اللي عليه، عايز اقول له شفيعك هيفضل جنبك لغايه اخر يوم في الثانويه عامه، وانا واثق
ان ربنا هيحطك في مجال كبير جدا زي ما بابا كرولوس كده وبابا يسوع حطوني في مجال كبير جدا وانا ما كنتش متخيله بصراحه. وشكرا لحضرتك جدا جدا. انا بعرف ان في ناس مع الجدول بيعملوا لكل ماده قديس، فكل واحد ليه يوم وكل واحد ليه مادته، ده طبيعي جدا معانا في الثانويه العامه. انا كان معايا البابا كرولوس بس عشان ما اكذبش على حضرتك. حبيبي بركته تكون معاك دايما. قول لي تقول ايه لعيلتك ومين القدوه اللي انت شايف عينك عليه وعايز تبقى زيه كرولوس؟ بابايا طبعا. بابايا ده عايز اقول لك ان هو من ساعه من اول يوم ليا في دراستي في تعليمي لغايه اخر يوم ليا في دراستي تعليمي فاهم معايا جدا جدا جدا. وانا عايز اقول له على الهوا انا بشكرك جدا يا بابا، وعارف طبعا ان انا تعبتك جدا معايا، بس يا بابا انا عارف طبعا ان انا ربنا يخليك ليا طبعا في كل حاجه، وانا عارف انا سندك في الدنيا، وانا بشكرك انك تعبت معايا جدا يا بابا، وانا بشكرك يا ماما جدا جدا ان انت تعبت معايا وخليتوني قدوه للمثل الاعلى. كرولوس ربنا يخليهم لك. عرفني ببابا وماما، قول لي بابا بيشتغل ايه، ماما بتشتغل ايه، عرفني بيهم اكتر، عرفني باخواتك واسرتك. بابايا سامح حسني، بابايا استاذ سامح حسني محامي مستشار القانون، هو محامي مجتهد جدا جدا وبقاله 30 سنه محامي مجتهد وبقى مستشار قانون. ومامتي ست موظفه جدا جدا في البيت، هي كانت اخصائيه اجتماعيه وبعد دلوقتي بقت ست البيت وهي اللي بتقوم بكل حاجه. عندك اخوات؟ عندي اخرين. مين ساعدك في الدراسه؟ مدرسين، مدرسه؟ دور المدرسه كان ايه يا كرولوس؟ يعني انا حابه اعرف هل المدرسه كان ليها دور في التفوق ده وتاثيرها عليك كان ازاي؟ انا كنت بروح في لو في لو كنت بروح لو في لو في حاجات لو في حاجات كان عاوزيني تكت بالي. يعني لكن مش بشكل مستديم يعني. هم المدرسين كانوا بيساعدوني بصراحه عشان ما اكذبش على حضرتك. انت لازم تتساعد يا كرولوس، انت من اول ما دخلت كده حته بونبونيه يعني. قول لي هتدخل ايه يا كرولوس؟ اخش كليه كمبيوتر ساينس باذن ربنا ان شاء الله. كنت متوقع انك النهارده تسمع اسمك في الاوائل؟ هو ده شرف، زي ما قلت لحضرتك ده شرف كبير جدا جدا لاي طالب ثانويه عامه، وانا يعني كنت طالع مؤتمر وانا مبسوط جدا وسعيد جدا ومش عارف ليه كنت واثق كده يعني بابا كرولوس زي ما عملت اللي عليا وسمعت الكلام حسيت ان هو فعلا حط لي حته يعني في مجال كبير هو وبابا يسوع، وفعلا حطوا لي في مجال كبير جدا جدا وانا صراحه ما اتخيلتوش مش متخيله لغايه دلوقتي بصراحه. حبيبي مبروك ليك، مبروك لكل اسرتك، من تفوق لتفوق. مش عايزه يبقى ده اخر رحله التفوق، انا عايزها تبقى بدايه رحله التفوق يا كرولوس عشان نلتقي تاني وانت متفوق في الكمبيوتر. لا طبعا ان شاء الله هنلتقي معاكي تاني في الكمبيوتر ساينس ان شاء الله. ان شاء الله. تحياتي لكل اسرتك واللي جابت ولد لطيف ومجامل وكمان عبقري. بشكرك كرولوس سامح الاول على شعبه الرياضيات من طلبه الدمج. خلينا مع حضراتكم نستقبل ونعرف اكتر عن تحليل النتيجه النهارده. السيد الوزير تطرق للعديد من المعلومات الهامه اللي شايفه ان هو كان واضح ومباشر انها توصل للمجتمع وان في تطور حاصل في نتيجه الثانويه العامه، واخد اكثر من نموذج واكثر من منحنى نتكلم عنهم واللي حابه نتكلم عنهم اكتر النهارده من خلال زوم مع دكتوره ماجده نصر نائب رئيس جامعه المنصوره الاسبق وعضو لجنه التعليم بمجلس النواب السابق. مساء الخير دكتوره. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا. برحب بحضرتك معانا، وبدايه كيف تحللي او تقراي نتيجه الثانويه العامه هذا العام من ما جاء في بيان السيد الوزير اليوم؟ الاول الحقيقه انا احب اقدم التهنئه الكبيره لكل الطلاب الثانويه العامه وخاصه الاوائل في كل الفرق، واهني كمان اسرهم اللي تعبوا معاهم جدا جدا يعني. بالنسبة الحقيقة للنتيجة السنة دي بالنسبة للثانوية العامة زي ما احنا شفنا النتيجة ابتدت تبقى طبيعية، يعني تاني سنة ما يبقاش في الأرقام اللي هي الدرجات النهائية وفوق 101 و105. أيوة، فدي أنا بعتبر استقرار، ده يعتبر تاني أو تالت سنة بهذا المعدل. النتائج الحقيقة يعني معقولة جدا، نسب النجاح اللي هي بشكل عام 75.4 دي نتيجة تعتبر جيدة جدا، ما هياش مرتفعة قوي وما هياش منخفضة قوي، وده بيدل على ان هي نتائج طبيعية بترجع تاني الامور الى نصابها الطبيعي. الحقيقة برضو بالنسبة لي العلم علوم ورياضة وأدبي يمكن بس برغم أن النتائج جيدة، وطبعا زي ما قلت أن ما في أعلى نمرة مثلا ما هماش فول مارك ما هياش الدرجات النهائية،
لكن لو لاحظنا نلاقي مثلا العلم الادبي، الادبي هنلاقي معظمه بنات وما فيهوش غير ولدين فقط، ولد او ولدين، في اسم كمان مهند، ولدين في الادبي. كمان العلمي علوم نسبة البنات أقل قليل، والرياضة بنسب معقولة برضو أقل شوية، فده بيدل على إن الأولاد يمكن بيتجهوا للكليات، يعني تخطيطهم للكليات العملية فيما بعد أكتر من البنات، والحاجات الأدبية بيروح ليها البنات. بالنسبة لي الحقيقة بس لفت نظري يعني أن القاهرة والجيزة اللي هي المحافظات الكبيرة والإسكندرية الحقيقة نسب الأوائل منها تعتبر أقل من المحافظات، يعني لاحظنا أن كل النتائج من المحافظات المختلفة، ولكن بحس أن في تراجع شوية. ده يعني إيه يا دكتورة؟ إذا كانت المحافظات اللي واخدة كل، خلينا نقول العاصمة وما حولها، هي طبعا بتكون واخدة كل الاهتمام، أن أرى التراجع في المتفوقين في هذه العواصم، ده معناه إيه؟ أن الاهتمام بدأ يبقى لجميع المحافظات بنفس التساوي، لدرجة أن الولاد اللي عندهم فرصة يبقوا متفوقين أخذوا فرصتهم بجد؟ هو طبعا المحافظات الأخرى يبقى ممكن الموضوع ده يحلل، لازم نبحثه جيدا، لكن ممكن يكون حرص مثلا أو اللي في المحافظات الأخرى مش العاصمة الرئيسية، وسائل الترفيه ووسائل يعني تركيزهم بيكون أكتر يمكن في الدراسة من المحافظات الرئيسية، ولكن ده ليس سبب وحيد ومش هو ده السبب، لكن هنا لابد إن احنا نلقي الضوء شوية ونحاول المختصين يعرفوا ليه القاهرة مثلا لو لاحظنا علمي علوم ما فيش ولا طالب من القاهرة في علمي علوم من المتفوقين، الأدبي في 2، الرياضة في 1، ده قليل على المحافظات الرئيسية، القاهرة والجيزة حتى اسكندرية، الثلاثة الكبار دول بحس ان هم المفروض يكون منهم اكتر. لكن برضو نقطة جيدة جدا وذكرها الوزير إن كل المتفوقين من مدارس حكومية وتجريبية، ودي حاجة كويسة بتخلينا نقول إن رغم كل المشاكل اللي يعني تم حل جزء منها، ولكن في لسه كثير من المعوقات في المدارس الحكومية، ومع ذلك المتفوقين بيطلعوا. بس خليني يعني خلينا نواجه كل ما قيل يا دكتور، يعني أنا بلقاءاتي مع طلبة الأوائل على مستوى الجمهورية اليوم، النماذج اللي كانت معانا كان معظمهم أول سؤال بسأله علاقتك بالمدرسة، لأن كنت بتحسس العلاقة ما بينه وما بين المدرسة، أنه معظمهم مدارس حكومي زي ما حضرتك قلت، فيقول لي أنا كنت باخد دروس، نادراً ما كنت بروح المدرسة. إمتى يرجع دور المدرسة الرئيس يا دكتورة، ولا خلاص هي بقت كده برغم من النظام الجديد للثانوية العامة؟ ما هي دي النقطة، النقطة اللي لم تعالج بالنظام الجديد. طبعا سيادة الوزير كان من فترة في بداية خطته كان الهدف الأساسي من هذا النوع من التعليم المعتمد على الفهم والتحليل ونوع جديد، ما هوش مجرد حفظ ويروح الامتحان، الأسئلة شبه معروفة من كتر ما المدرسين عرفوا النمط الخاص بالامتحانات، فكان المتوقع ان هو يقلب التدريج الدروس. الحقيقة دي النقطة الوحيدة اللي لم تعالج بشكل جيد، ما زال في دروس بشكل كبير جدا، مش بس في ثانوي، في إعدادي، والحقيقة للأسف أنا سمع من حتى ابتدائي بيبتدوا ياخدوا، فخلينا نكون واقعيين يعني. فدي نقطة لابد أن هي تدرس، ولابد أن هي برضو نشوف إزاي نحن نقاومها، لكن قصادها النظام الجديد اعتبر ان هو الامتحانات برضو بقى دلوقتي يعني في ما عدناش بنسمع التسريب اللي كان بيحصل بشكل فظيع، الغش النسب المعتادة هي اللي موجودة، ما عادش الغش الفظيع اللي كان قبل كده، امتحانات الثانوية العامة كانت بتعرف من قبليها وبيدخلوا، او حتى لو جوه الامتحان في فصول بالكامل والناس بتحول لفصول عشان تغش، انا بعتبر النقطة دي الحقيقة شبه تم القضاء عليها بنسبة كبيرة جدا جدا، ودي برضو نقطة من النقاط الجيدة جدا في النظام الجديد.
برضو سرعه الامتحانات وسرعه التصحيح والنظام الالكتروني. فكرة الالكتروني دي قد ايه مطمئن؟ يعني فكره ان انا ما فيش عناصر بشريه، انا لا هي موت شخصي ولا خطا ولا السيستم، وده شيء مطمئن جدا. ولكن محتاجين يا دكتوره الفتره الجايه، يعني فكره ان انا افضل لحد قبل الامتحانات بشهر او بشهرين وانا مش عارف همتحن ورقي ولا همتحن تاب ولا ايه الدنيا، ده يمكن بعض التفاصيل اعتقد ان الوزاره ممكن تتداركها العام القادم. هو ده اللي المفروض، ان الطالب يدخل العام الدراسي من بدايته قبل بدايته وهو فاهم، يبقى عارف كل اللي هياخده في السنه والامتحان اخر السنه ازاي، الخطه كامله. هي دي اللي ما زالت فعلا يعني عامله قلق وتوتر للطلاب. ونتمنى ان شاء الله يعني باستقرار النظام الوزير يعني هتراعى اكيد في السنوات القادمه، بل في السنه القادمه مباشره يعني. فزي ما شفنا يعني أنا شايفة الحقيقة هذه النتائج، وحتى بالنسبة لأعداد الطلاب البنات والبنين إلى حد في تقارب بالنسبة الإجمالي. يعني في المتفوقين في 15 بنت في الثلاث فروع و 18 ولد في الثلاث تخصصات يعني، ولكن صحيح بنلاقي مثلا البنات متغلبة في القسم الأدبي أكثر من العلوم وأكثر من الرياضة، ولكن بشكل إجمالي التفوق موجود في الفئتين، فدي حاجة جيدة جدا. ده يعكس ميولهم من واتجاهاتهم يا دكتورة، يعني نعرف منهم كده هم بيفكروا إزاي بشكل جمعي يعني. أيوة إلى حد ما يعني عملية اتجاهاتهم الأدبي أو العلمي أو الرياضة دي بتنم فعلا عن اتجاهاتهم وتفكيرهم في المرحلة القادمة بيكون شكله إيه. نسب النجاح بشكل عام طبيعية. برضو يمكن أشار الوزير نقطة مهمة جدا، أثناء الامتحانات كان في يعني قلق كبير في بعض المواد، والمواد صعبة جدا، فيزياء وتاريخ وحاجات زي كده. ما جه يعلن نتائجها، نتائجها طبيعية، ما فيهاش طفرات، حوالي 85%، ما فيهاش يعني مش مثلا متوقعين هتبقى نسبة النجاح 50%، يبقى معناها في خلل أو في الامتحان فعلا صعب، بيدل من نتيجة الامتحان، لكن ده 85% وحاجة يعني أظن الاثنين في حدود حاجة و80%. فدي برضو نقطة تطمئن في المراحل في السنوات القادمة، أن الامتحانات لابد أن هو يكون فيها أسئلة صعبة وأسئلة سهلة، دي بتقيس مهارات. والطلاب لازم تميز بين الطالب الممتاز والطالب المتوسط وهكذا. فدي يعني الحقيقة أنا شايفة السنة دي بشكل عام. أيوة نصيحتك، أنا عندي عدد مش قليل أبدا هيكون عنده فرصة للدور الثاني، وهي 152 ألف طالب و29، نصيحتك ليهم إيه؟ إن هم يعني أنا بعتبر إن الدور الثاني ده فرصة أخرى أمامه، كيف يستغل هذه الفرصة ويستفيد بيها ويطلع هو الكسبان يا دكتورة، وإنها مش آخر الدنيا. لأن أنا بفكر حضرتك وفكر مشاهدين، أنا فاكرة السنة اللي فاتت زي الوقتي كنت بتحدث عن حالات انتحار بسبب نتائج الثانوية العامة، وده شيء يعني أنا مش عارفة زي الأسرة يعني ما بتاخدش بالها من ابنها أو بنتها في حالة حصل انتكاسة في النتيجة، فما سيبوش يضيع مني خالص. فنقول إيه اللي عنده فرصة تانية يا دكتورة؟ هم عدد مش قليل أبدا. هو يعتبر يعني نسبة النجاح 75%، يعني هو برضو لا مش نسبة كبيرة ولا حاجة، يعني أقل من 25%، 24.5%، فبنسبة الأعداد الكلية ما هياش عدد كبير. ولكن اللي عنده فرصة تانية فعلا زي ما حضرتك قلتي ما هياش نهاية الدنيا، بل بالعكس قدامه فرصة تانية، قدامه تفكير تاني، إن هو يختار يعني هيمتحن وهيذاكر. وأكيد كل واحد لم يحالفه الحظ عنده سبب، يا إما ما ذاكرش، يا إما حصلت له ظروف، يا إما تعب، يعني أي ظرف، بحيث إن هو ما يلومش نفسه بالشكل الجامد قوي، وكمان إن هو قدامه فرصة طيب يركز ويبقى عنده الفرصة التانية، واللي هتتيح له برضو اختيار سليم، يعني ربنا وجهه بهذا الشكل عشان يختار كلية معينة، مش شرط الكلية يعني تبقى بأعلى الدرجات أو أعلى شيء. فأنا شايفة إن هو أي طالب يكون صادق مع نفسه، أكيد سبب عدم محالفة الحظ في هذا الدور أي سبب من اللي أنا قلتهم، خلاص يبقى هنا يركز في المرحلة القادمة
ويذاكر وقدامه فرصة تانية وإن شاء الله ربنا يوفقه. وفعلا دي مش نهاية العالم. أنا نفسي كمان بالنسبة لي الطلبة اللي نجحوا والطلبة اللي تفوقوا دول يعني في نقطة مهمة قوي، ما تخليش المجموع اللي يحدد مستقبلك، لا اختار اختيار سليم. احنا بنقول انها رغبات، انت بتكتب رغباتك، مش رايحين ندفع ثمنهم بالمجموع اللي جايبينه، فهي رغبتك ايه ورغبتك الحقيقية اللي بتمثلك واللي هتكمل بيها عمرك، اللي هي ايوه اللي هي هتتحدد بيها مستقبله. يختار الحاجة اللي هو متميز فيها، مش شرط ان انا مجموع كبير ادخل كليات اللي احنا يعني سميت في المرحلة السابقة كليات قمة وحاجات زي كده، العكس، هذه الدفعة عندها ميزة كبيرة جدا جدا، في فرص اختيار اكتر من السنة اللي فاتت كمان، يعني في جامعات اهلية منح السيد الرئيس وطلب من الجامعات الاهلية ان يعملوا تخطيطات خاصة ويعملوا دعم للولاد عشان اي حد يبقى عنده الفرص قدام الكل. تمام. وجامعات تكنولوجية، اختصاصات ما كانتش موجودة خالص قبل كده، مهارات جديدة خالص وكلها بيحتاجها سوق العمل، فكل واحد يختار الحاجة اللي شايف فيها مستقبله، اللي أول ما يتخرج على طول ممكن يلاقي فرصة عمل، ولكن أدخل كلية وفي الآخر بعد ما اتخرج ما لقيش وظيفة مناسبة، مش حابب الوظيفة دي، أبتدي أعمل كارير شيفت إن أنا أغير كاريري وأروح في حاجة تانية وأضيع كل ده إهدار لحياتي وأموالي وكل هذا. دكتور، فهنا الأيام القادمة من أهم ما يمكن. كيف أكتب الرغبات؟ طيب خلينا نستفيد بوجود حضرتك، نقول لهم إيه وهم هيبتدوا غدا أعتقد هيبتدوا يشوفوا الرغبات بتاعتهم، تقول لهم إيه؟ أولا قبل ما يكتب لازم يقرأ كل الرغبات، وما يقولش أنا هكتب الرغبة الأولانية ومجموعي هيجيب، طب أكتب بقى الباقي أي حاجة، دي خطأ كبير جدا جدا جدا. لازم ان انا احط كل الرغبات بدقة شديدة، ايه الرغبة الاولى وافكر كويس قوي، التانية اللي بعديها احط دايما الاحتمال ان الاولانية مش هتيجي، طب لو التانية فعلا مش هتيجي يبقى التالتة ايه، يعني كل الاختيارات تبقى دقيقة، كل الاختيارات تبقى بناء على دراسة كويس، أفكر وأسأل قبل ما أكتب أي حاجة، أسأل الناس اللي دخلوا الكليات اللي أنا عايز أكتبها، أسأل الأكبر مني، أسأل يعني والدتي ووالدتي، أسأل كل اللي حواليا، بحيث إن أنا يبقى الكتابة دقيقة جدا، لأن أي حاجة بتتكتب غلط في ناس بيبقوا واثقين إنها يدخلوا كلية معينة، يكتبوا الرغبة اللي بعديها أي حاجة، بيحصل ان هو بتيجي الرغبات دي وبلاد بعيده ورغبه مش عايزها، ويبتدوا بقى يشوفوا نحول ازاي وينفع وما ينفعش، ويبتدي يبقى في يعني مشكله ملهاش لازمه، معقده وملهاش لازمه، كل حكايه ان انا ما فكرتش كويس اتسرعت في كتابه هذه الرغبات. يعني هي عدم التسرع مش بس في الكتابه، لا في التفكير للكتابه، افكر كويس مع نفسي انا عايز ايه، أنا يعني الكلية دي فعلا هتحقق لي إيه في المستقبل، يعني هي هذه الأيام هي خلاصة عمر السابق كله، أفكر بشدة أشارك اللي لهم الخبرة من أهلي ومن أصدقائي ومن من لهم الخبرة السابقة، وبعد كده أبتدي أكتب الرغبات، وأتمنى لهم كل النجاح وكل الخير إن شاء الله في المرحلة القادمة إن شاء الله. شرفتيني ونورتيني وبشكر حضرتك جدا على وجودك معنا، دكتورة ماجدة نصر نائب رئيس جامعة المنصورة الأسبق وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب، شرفتيني يا دكتورة. متشكرة أوي يا فندم، ألف شكرا لحضرتك. خلينا مع حضراتكم نتقدم بالتهنئة لصاحب النيافة الأنبا أرمية واللي استقبل السيد وليد حنا رئيس الاتحاد الأمريكي لكرة السرعة وأسرته. واستقبل نيافة الحبر الجليل الأنبا أرمية الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والسيد وليد حنا رئيس الاتحاد الأمريكي لكرة السرعة وأسرته خلال زيارته لمصر، حيث أهدى لنيافته درع الاتحاد الأمريكي لكرة السرعة تقديرا لدوره وخدمته البارزة في المجتمع. كما تفقد حنا وأسرته أروقة المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وشاهد العديد من أنشطته وخدماته. وأشاد حنا في لقائه على ما تشهده مصر من إنجازات ونجاحات غير مسبوقة
ساعدت في تشجيع العديد من المستثمرين من رجال الأعمال بالخارج للعمل العديد من المشروعات التي تسهم في إنعاش الاقتصاد المصري. يذكر أن حنا هو أول من أدخل كرة السرعة وأنشأ اتحاد أمريكي معتمدا لها بالولايات المتحدة الأمريكية. كل التهنئة لصاحب النيافة الأنبا أرميا عن استحقاق كل تكريم، كل ما يقدم، لأن الدور العظيم اللي بيقوم بيه يستحق كل هذه التكريمات وأكثر. حابة أقول لحضراتكم المركز الثقافي فيه كتير للي حابب يجي ويزورنا، فيه المكتبة، فيه المتحف الموجود تحت واللي فيه شهداء ليبيا، واللي فيه بعض مقتنيات قداسة البابا شنودة، فيه تمثال البابا كرولوس، فيه العديد من الحاجات اللي انتوا لو جيتوا في الأجازة هتستمتعوا بيها داخل المركز الثقافي، وكل هذا تحت إدارة صاحب النيافة الأنبا أرميا. خليني مع حضراتكم، عندنا فقرة هامة جدا، مش ناسين الأحداث اللي حصلة في رحنا بولادنا في الثانوية العامة، لكن لن ننسى ما يحدث في فلسطين، مش هننسى الضحايا اللي بيموتوا أطفال وشيوخ، كل اقتحام اللي حاصل من إسرائيل تجاه فلسطين، والدور المصري العظيم اللي بيلعبه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي اتكلم عنه النهاردة وهو داخل الكلية الحربية في جولته، وقال أن مصر بتحاول الوصول لتهدئة في التوقيت الحالي. هنتكلم على الصين واللي بيحصل، هل ممكن ندخل في حرب تانية بالرغم ان احنا عندي روسيا واوكرانيا والاجواء مشتعلة، هل ممكن يكون عندي على الجانب الاخر ايضا روسيا تدخل على الطريق ويبقى عندي حروب متعددة في التوقيت ده، ولا هيكون مجرد مناوشات والأمور تستقر؟ عندي كلام كتير جدا في الشأن الخارجي، لكن بعد الفاصل، وهيكون معنا ضيف هام لنتناول معه كل هذه المواضيع.